السلام عليكم ورحمة الله، أهلا ومرحبا بكم وموسوعة مفاهيم خاطئة في طب وجراحات العيون برعاية مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك إي جي ليزك. من المفاهيم الخاطئة في طب العيون إن المية البيضة بعد ما تتشال ممكن ترجع تاني، هل الكلام ده صحيح يا دكتور؟ الحقيقة لا، المية البيضة هي عتامة بتصيب عدسة العين الطبيعية اللي ربنا خلقها شفافة، فبيصبح لونها معتم لدرجة إن في بعض الأحيان بيظهر لونها أبيض من خلال حدقة العين، ومن هنا جت تسميتها بالمية البيضة. لكن هي في الحقيقة تغير في شفافية عدسة العين إلى اللون المعتم، وده بيأثر على جودة الرؤية بشكل كبير جدا، لدرجة ان في المراحل المتأخرة ممكن المريض ما يقدرش حتى يشوف ايده من قريب. لما بنشيل المية البيضة بنزرع مكانها عدسة صناعية، العدسة دي شفافة، فبالتالي فكرة ان المية البيضة ترجع تاني ليست واقعية ولا تعتمد على اي اساس طبي. لكن في بعض الاحيان بيحصل ضعف تاني في النظر نتيجة مشكلة اخرى، فبيظن المريض ان النظر ضعف نتيجة ان المية رجعت تاني، وبنتأكد عن طريق فحص بسيط جدا اسمه فحص قاع العين عشان نعرف السبب الحقيقي اللي حصل منه ضعف مرة أخرى، وبالتالي نقدر نعالجه بناء على المشكلة دي. مع تحيات مراكز الدكتور عصام حسن لجراحات العيون والليزك إي جي ليزك. إي جي ليزك خبراء علاج ضعف الإبصار في مصر والوطن العربي.